ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ، فصارت المرأة هي التي تطلب الرزق، وتمردت على رجل على زوجها، وصار أبوها أو أخوها يمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها، وامتلأت البيوت من الخدم، وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب يمينا وشمالا، وفسد كثير من الأمور. لكن لو أن الناس اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوا أن المرأة ليس لها إلا ملاحظة البيت، لا يطيئن فرشكم أحد تكرهونه، لأن هي تتولى الفراش، فراش البيت سواء فراش النوم أو فراش الجلوس هي التي تتولى، أما الرجل فيتولى إيش؟ الرزق والكسوة وما يتعلق بالحياة العامة. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى حال سلفهم الصالح. نعم.